السلام عليكم المشاهدين، كيداير لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. ان شاء الله هذا اول فيديو عندنا في القناه، انا والاخت ديالي، قناه اختاني في الغربه. نسال الله التوفيق ونكونوا خفاف على قلوبكم ان شاء الله، وكنقدم لكم الاخت ديالي هي غدوي معكم. السلام عليكم المشاهدين، كيداير لاباس؟ كلكم مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كلكم مزيانين. هذا اول فيديو عندنا، ان شاء الله يكون مقبول عندكم، وحنا نقدموا لكم واحد الاكله. هذه اكله شعبيه تعرفها المغرب كلشي، بسم الله. هذه اكله شعبيه معروفه في المغرب، هذا ما نقدمها لكم انا على الطريقه ديالي انا. هذا العدس مرقي مغسول منظف مزيان، وتنشدو وتنرقدو ليله في الماء. رقدتو بحال هذا، رقدتو البارح، تنرقدو في هذاك الماء، وهذاك الماء ملي تنرقدو فيه ما تنلوحوش، نخليه فيه نخليه فيه. هو باش غطيبيه، هو باش غنطيبو، ما نلوحوش. ها هو فين هو. وهذه البصله محكوكة، التومة مخلطة مع البصلة محكوكة. هذه شحال ديال البصلة وشحال ديال التومة؟ هذه بصلة وحدة. أيوا شحال تاع فصوص تاع التوم؟ تلات فصوص تاع التوم. أيوا. وهذه مطيشة مطحونة. شحال تاع المطيشة؟ جوج مطيشات محكوكين. لا مطحونين، طحنتهم. أيوا. وهذا ربع كاس تاع الزيت. أيوا. على حسب العدس. على حسب العدس، الزيت. العدس شحال درتي تما؟ درت شي نص كيلو هكاك. ما كاملش نص كيلو ما كاملش. هذا ربع تاع الزيت، زيت نباتيه، اللي عنده زيت البلديه يديرها. دابا ما توفراش عندنا دابا. ما عندي الزيت البلديه، درت غير زيت نباتيه. هذا بسم الله، هذا الخرقوم، خرقوم عود. هذا الكمون مطحونه. شحال ديال شحال؟ معلقه. معلقه صغيره. معلقه ديال خرقوم عود. معلقه صغيره. معلقه صغيره هذه، ومعلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال القزبر، و على حسب الذوق. انا مع مثلا نص معلقه، ما تناكلش بزار بزاف، ما عنديش مع بزار بزاف، تندير نص معلقه. والملح على حسب الذوق، الربيع والقزبر مقطعين، مطيشة ديال الحك، سكنجبير، وسكنجبير طري يا محكوك. محكوك اللي ما اللي عنده سكنجبير غبرة يديرو، انا ما عندي سكنجبير غبرة، تندير غير سكنجبير طري. حنا المغرب راه عندنا العطرية موجودة، داكشي هنايا راه العطرية شوية صعيبة ما كايناش، حنا غنبداو ان شاء الله. انا ما تنقل لي حتى حاجه، تندير لا تقليه، ما تنقل لي لا هذا وحده ولا هذا وحده، تندير كل شيء، تندير كل شيء في مره واحده وتردو طيب. هذا بسم الله، هذا العدس، ايوا هانتوما المشاهدين تنشاركوا معاكم هذا الشيء، وقبلوا علينا نشاركوا معاكم ماكلتنا ديال الغدانا هذا. بسم الله، هذه البصلة هانتوما مشاهدين، هذه المطيشة، هذه العطرية راه كلها نديرها في مرة واحدة، بلا ما ندير كل حاجة حتى كلشي مغبور. وانتم هذه الاجواء، حنا رحنا في الغربه هنايا. الزيت انا ما تنديرش الزيت دابا، ما تنديرو حتى تدار في الغليه تتيغلى، عاد تندير الزيت والماء، تندير على حساب جوج كيسان ديال العلبه. ملي غلا والعطريه دخلت في العدس، زدت ليه هذاك ربع كاس تاع الزيت،
ودابا نخلوه يطيب. هذا نطاب، وبسلام عليكم المشاهدين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.